وقالوا جول عاودوا جول يا جارث بيل التجميع الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه ثالث مرة نسجل الفيديو شباب. هذه يعني باش نبين لكم كمية التعب اللي نعمل فيه وهذا كله خاطركم. راهو نعاود نقولها مرة أخرى ديما نقولها. عمل سبسكرايب وابوني للشين هذا اللي كنت مش ليا نادا. قلت لكم راه مرابيح الشين الكل باش تمشي للملعبية. ليكم أنتم باش تمشي. فهمتني؟ أنتم تشجعوا في غيري ممكن. ممكن شخصية ما عجبكمش لكن هذا اللي كنتم شباب. هذا أول حاجة اللي كنتم كلاعبين باش تاخذوا كوينز وباش تاخذوا من الخبرة والاحتراف. راني نلعب من 2021 هذه تشكيلتي في 21 تشوفها ماي فوالا فوالا شوف هاي تشكيلتي في 21 كيفاش كانت. احكم وحدك إنسان محترف إنسان يعرف قيمة الجوار ويقيم لك الجوار ما غير حتى ما نستعملوا قيمنا شنو هو الجوار وكيفاش يلعب. هذه نقطة احتراف شباب موصيكمش بارتاج الفيديو خلينا الناس الكل تعرف اللي الشين هذه مداخيلها الكل باش تمشي كوينز للشعب. باهي ثم مسابقة عملت وقلت لو كان 6000 سبسكرايبر باش نختار اكثر كومنتير في الفيديوهات واخذ جامات على اليوتيوب باش نعطيه 500 كوين واكثر كومنتير على الفيسبوك واخذ جامات باش ياخذ كذلك 500 كوين. هذه حاجه سهله على الاخر وحتى حد عملها. بون كذلك عندنا زوج ربحين ربحوا فما واحد جاوبني باش ياخذ الكوينز نتاعه ان شاء الله وتوصل لكم الفيديو. دوما قال لي عنده ميغراسيون دو دوني ما فتحات مش برشا لكن ان شاء الله شباب جيم والكومنتير اي حاجه تحب نضيفها ولا نبدلها مع كاكا زده كذلك منوصيكمش البارتاج ماكسيموم. هذا راهو ليكم مش ليا. الفيديو هذا باش نحكي بسرعه على ثلاث حاجات ثلاث نقاط. تطوير ميسي تحب ميسي يولي لك اسطوره تحب ميسي يولي لك انكر ميسي ما تشدش رغم اني نلعب افونسي معناها انت بالقراص راك خير مني. باه كيماك شوفوا كيفاش 100 كوتور دو بال 98 دريبل 101 تايت بوزيشن الرجل ما تقصش من رجليه الباس ما تحقش برشا 80 83 مزيان على الاخر الفينيسيون 85 راهو شباب فينيسو 85 ميسي راهو عبارة بونتو كدراجة شوت جربتو الشوط شوت يجيب هداف لكن يمشو في الشبكة لكن الحارس يقطع به السرعة والتسارع 88 اكسلراسيون و 81 سبيد تقريبا كيما هكا يولي تقريبا كيما نسخة البيك تايم متاع ميسي اللي هبطت في كاس العالم النسخة هذه اسطورية. النسخة هذه ولد كوبي كولي شباب كوبي كولي اللي يحبوا عنده ميسي كيما هكا راك صدقني اللي عنده بالبوست ممتاز جدا. كيك باور 85 معقول على الاخر ستامينا 81 معقولة خاطر زدناها في السرعة كملك تقريبا دقيقة 70 خاطر يتحرك برشا في الماتش يولي سوتلو كتلعب اساس يتحرك برشا يفك في الكورة يولي ويقدم برشا يتعب 93 بالونس هكا ميسي ممتاز جدا في ساعة تعود عنده إلى تطوير توتي الناس اللي جابته كلهم قالوا شبيه ما يعرفش يلعب ولا توتي محقور في اللعبة وستيدو جو نتاعو خايب برشا لأن ميدوس كلاسيك لو كاش نعمل درس عند ميدوس كلاسيك ونحل لازمني تابلو باش نفسركم كيفاش تحرك بسرعة تحرك النميرو ديس كلاسيك فاست الماتش في وسط الماتش يعتمد على ستيل ديجو نتاعك. شمعنى اذا تلعب كونتر اتاك راك تلقاه ديما يستنى في الكره ما يوخرش برشا حدو كان وخر لاتاكون الاولاني هو تلقاه الثاني حتى كان يلعب ام اف ولا حتى كان يلعب اساس به كاش تلعب بستيل ديفونسيف راك تلقاه يوخر يلعب ولي يشبه البرشا لستيل كريتيف في ميكر وراه يقبل الكره مليح ويخرج كره مليح. الستيل هذا اخي بستيل دو جو في اللعبه صلحت الفوكس اون ذا بوكس وخلاته يخرج ورا الكره ما كيما نقول بوشور لكنها ما صلحتش نيبدوس كلاسيك للاسف لكن نتوقع انه الستيل باش يصلحوه لانه حقيقه الامر اللعب مظلوم هكا وما يغركش الارقام 101 102 راهو اللعبه كي تطور لك لاعب 101 و102 مش معناها هو كاكا هذيك اقصى حاجه اللاعب ينجم يوصلها بالارقام لكن الاداء هو اللي يتبدل حسب الاحصائيات يتميزوا بالحاجه هذه بين الاداء بالاحصائيات وبين الاداء
في وسط الماتش لانه يتغير تماما، ما يهمكش في 101 و102، الفايده في الارقام والاحصائيات. باه باه توتي كيفاش ندورو؟ ندورو كيما هكا 93 دريبل مع 83 اكسيلاسيون و80 فيتيس، يولي يتصور فيتيس يوصل حتى 86، يتحرك مليح وخفيف، كيك باور 95 خاطر زدنا له في سبيد، النسخه هذه سبيدها ضعيف 76 كيما ميسي، ما تجريش ما تعمل حتى شيء تقريبا، كتقوى هكا وي تتحرك تجري تبدل تعمل كل شيء، راهو السبيد عنده دور مهم سورتو في الاتاكون، كي ترمي له مثلث ويخرج الكره راه ما يعمل مش عامل ليش يجي يعملها كان الملاعب السريع. جامب تاع 71 والهدر نتاع كذلك 70، فهمتش علاش توتي بالراس ضعيف اللحظه هذه ايتو كل نسخ توتي ضعيف. البالون 80 كونتاكت فيزيك 80 بالنسخه هذه راهو كتفه صحيحه ويلعب برجليه زوز به، هذه تطوير ايتو به. نحكي حاجه اخرى كذلك بسرعه الفيديو باش ما نجاوبش 8 دقائق 9 دقائق. بار اكزومبل راني تو نلعب في ديفيزيون به، اذا اللعبه خلتك ماتش كيما قديمة وتعملك في الحماس راهو سكريبت، راك ربحتهم الكل بوصل كيما هكا راك انت بطل وانت معلم وما ثمش كيفك حقيقه الامر. اذا توصل للمرحله هذه تخليك ماتش برك راك ملاعبي به والله اللعبه دي الماتشات اللي لعبتهم الكل راك بطل خاطر راهو عجب فصل الماتش عجب عجيب تشوف العجب كيما تروح هذا ما باش تربط لي ما حتى حد نهار حد وقايل ما ربطت لي ما حتى حد فسروا لي، لأنها بكل بساطة قاعد تلوج لك على واحد معاها سكريبت كيفاش معاها سكريبت وفوق منكك خاسر برشا ماتشوات ويكونوا ملاعبي باش تحاول تطيحك وتعودها ديفيزيون. اللعبة هذه مش معاك، اللعبة هذه راهي ديما ضدك ديما ضدك. أي شخص يكون مثلا مسكت في اللعبة حاجتي يعني يا أسطورة وبارح اليوتيوب خلنا نستعلم منك، ولا أنت معاك سكريبت وشيخ عليه. سلام شباب.